السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء الضغط على زر الإشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة من الدروبات، أول دروب فيهم معانا خاص بمنصة كوين بيج. هتسجل أول حاجة في المنصة، هتلاقيني سايب لك لينك التسجيل. طريقة التسجيل كالتالي، بتلاقي هنا الايميل، بتحط الايميل، الباسورد بيبقى في اخر خانه كود الاحاله، بتسيبه زي ما هو وبتدوس كلمه ساين اب. بعد كده بيجيلك رساله تفعيل، بتفعل وبتخش تسجيل دخول عادي. بنرجع للدروب اللي معانا، اول حاجه بتحط له الايميل بتاعك، تاني حاجه هنا بتخش على الصفحه بتاعتهم على تويتر وبتعمل ريتويت الاول بوست زي ما هو طالب هنا، وهتحط تاج 3 من الصحاب، يعني تكتب كلمه تكتب كومنت. تعمل اول حاجه طبعا للصفحه فولو، نعمل زي بعض كده، نبص على بعض على الصفحة. هنيجي هنا نعمل فولو للصفحة، تمام. وبعد كده هتيجي هنا تعمل لايك، وهتدوس هنا على كلمة روت، وهتكتب هنا اي كومنت وتحط تاج 3 اصحابك. وبعد كده بترجع للصفحة الرئيسية بتاعتك، بتنسخ الرابط بتاع الكود، او ثاني هنشوف بس هو طالب الرابط بتاع الريتويت ولا طالب ايه. هو لا طالب هنا الاكونت بروفايل بتاعك، هترجع للصفحه الرئيسيه وتاخد من فوق الاكونت بروفايل وترجع تحطه هنا تاني. وبعد كده اخر خانه بسألك اي مشروع انت تحبه، شوف اي عمله انت عملات انت بتفضلها واكتب اسم العمله هنا هو ودوس له سبميت. بعد كده الدروب اللي معانا ده خاص بعمله كلير، بيدينا 500 من العمله وعن كل احاله 100. ال 500 بيساوي 38 دولار. طريقة تسجيل سهلة، بسجل ايميل باسورد عادي، نعمل تسجيل خروج وهوريك كده. هيفتح معاك بالشكل ده، هتخش على كلمة ريجستر، الاسم بتاعك بالكامل، الايميل، الباسورد، وبتحل الكباشة وكلمة ريجستر. بعد كده بيجيلك رسالة تفعيل، بتفعل عادي. بنخش بتسجيل دخول من هنا من كلمة فيا ميل، حل الكباتشا. هتيجي على البروفايل بتاعك، اول حاجة سيتنج، شوف لو حاجة ناقصة بتكملها من بياناتك، وتفعل برنامج جوجل اكواد، تأكتف من هنا وتحل الكباتشا وتفعل، تمام. بس بتربط رقم التليفون بتاعك، يعني هتحط رقم الموبايل وبيبعت لك كود وبتأكتفه. خلصنا كده، بنرجع للصفحة الرئيسية من الداشبورد. هتنزل تحت في الصفحة كده واحدة واحدة لغاية لما تلاقي كلمة ديفلوب، هتدور على هنا اهي، هتدور على كلمة كلير دروب، هندوس عليها. ادي المهام معانا، اول مهمة اشتراك في جروب تليجرام، وبعد كده هنا تعمل سبسكرايب للصفحة بتاعتهم على اليوتيوب، وهنا تعمل فولو الصفحة بتاعتهم على تويتر، وهنا على انستجرام، وهنا على موقع لينكد ان، وهنا الفيسبوك. خلصت المهام وعملت لايك وفولو في كل الصفحات، بتيجي هنا بتحط البيانات بتاعتك، هنا اليوزر بتاعك على اليوتيوب اللي هو بالنسبة للناس اللي ما تعرفش تجيب اليوزر. ثانية واحدة، افتح الصفحة نعمل لها لايك الأول، وأنا مش عامل لايك أو سبسكرايب، تمام. هنيجي هنا نعمل سبسكرايب، وهنيجي هنا على كلمة ماي شانل، هيظهر فوق اللينك اللي فوق، هو ده لينك القناة بتاعتك، نحط له اللينك هنا كده. بس بتشيل لغاية كلمة فيو، يعني من أول كلمة سبسكرايب لغاية كلمة فيو كده بعلامة الاستفهام، الكلام ده ملوش لازمة بتشيله، تمام. وبعد كده هنا في التويتر وهنا انستجرام ما كملتهاش، اكملها معاكم. نعمل له فولو، نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا، ننسخ الرابط بالكامل ونحطه له هنا، تمام. ارجع لبقية المهام عشان كنت مشترك فيه من زمان الدروب ده. تمام، عاملين فولو هنا،
بالنسبة لتويتر بس انا غير تويتر ده، نخلي تويتر الجديد. هنعمل فولو بس، نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا، ننسخ رابط الإحالة، رابط البروفايل، ونحط له لا ده هنا طلب اليوزر and prove it your Twitter username or username. تمام، وبعد كده في الآخر بتدوس له هنا كلمة سيف. بإذن الله هتلاقي 500 من العملة خلال يوم أو يومين بعد ما تفعله. بتخش هنا على كلمة وايلد، أنا سحب منه قبل كده يعني رصيدي صفر، كان معايا أصلا 8000 من الدروب الأول، كان بيدي مبالغ كويس أكبر من كده كمان. سحب منه مبلغ كويس. تمام، هنخش على الدروب اللي بعده. أول حاجة ده تذكير بالدروب ريفير، فاضل 8 ايام زي احنا ما شايفين. عملة صادقة وبتدفع، وانا وصلنا منها كذا مرة، ونازلة في الكوين ماركت كاب، يعني هتاخدها تبيعها على طول، مفيش مشكلة بالنسبة لك. بعد ما بسجل دخول، بعد ما بسجل قصدي في الموقع، اهم حاجة تخش هنا، بتنزل تحت هتلاقي طبعا اليوزر بتاعك او اسمك اللي سجلت بيه ظهر هنا تحت على الشمال، بتدوس على اسمك وبتيجي هنا هتلاقي كلمة ماي كامباجن وكلمة سيتنج، هتدوس على سيتنج، ظبط اسم اول واخير والايميل بتاعك لو مش مظبطين، بس الاهم من دولت بتعمل ربط لمواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، بتيجي على كل حاجه تدوس عليها هو بيحولك اوتوماتيك، بيربطك بالايه بالشغل بتاعك. نرجع تاني على كلمه جيمز. اول مهمه دي اهم واحده فيهم، دي هتدوس عليها كده، دي كل دي مهام او مش مهام، كل دي مسابقات ممكن تكسب منها العمله مبالغ منها. انا بس ايه مركز على اول واحده، يعني انت ممكن تشتغل في الباقي بس اول واحده دي اهم واحده. تمام، اول ما يفتح معاك اول مره هتلاقي كلمه، هوريكم بس في واحده لسه ما فتحتهاش عشان يبقى واضح معاكم، يظهر معاك بالشكل ده، هتقول له جون، هتلاقي هتدوس على كلمه جون زيس هاب، مجرد ما تدوس عليها هيفتح معاك المهام اللي تحت عشان تشتغل عليها. هنرجع بقى، انت هتشتغل اساسي معاك دي اول واحده، هتدوس عليها بالشكل ده، انا فاتحها خلاص. هتلاقي ده طبعا رابط الاحاله بتاعتك، بتاخد له بتروج له، بيزودك رصيد من العملات عن كل شخص 200، وبتبتدي تحل المهمات. المهمات سهله، يعني فرجه على فيديو، سبسكرايب لصفحه اليوتيوب، متابعه على تويتر، هتشترك في جروب تليجرام، كلها مهام سهله. اول واحده تحط محفظه الايثيريوم والد، اهم حاجه عشان يبعت لك العمله عليها، يعني اول مهمه بيبعت لك، بتحط رقم محفظه الايثيريوم والد عشان يبعت لك عليها العمله بتاعتك. نيجي بقى الاردهوب، تابع للشركه دي اللي هي شركه ريفرام، هي بتعتبر سبورت لدروبات تانية او مواقع عملات تانية. دي عمله اسمها بيتس، بيتس تاش، الاردروب بتاعها اول ما يفتح معاك الموقع اصبر حوالي 5 ثواني او 10 ثواني على ما تظهر لك القايمه دي. القايمه دي بتطول شويه، يعني ممكن تاخد مثلا 5 ثواني 10 ثواني، اصبر 5 ثواني 10 ثواني هتلاقي ظهرت معاك الصفحه دي، دي اللي بتشتغل عليها المهام. اول حاجه هتلاقيه فتح معاك طبيعي، جيب لك الايميل بتاعك وال وطالب منك تقريبا تكتب له المحفظه او حاجه زي كده، والمهم بتدوس له كلمه سيف تحت بيحولك على المهام دي. المهام مثلا ايه كانت معظمها برضو تويتر تليجرام، بس انا عشان خلصتها فمش ظاهره معايا، هو هنا العيب بس ان المهمه اللي بتخلصها بتختفي ما بتظهرش. هتلاقي مجموعه من المهمات حوالي تقريبا 10 مهام، مش كتير، اشترك في جروب تليجرام، اشترك في صفحه فيسبوك، تويتر، هكذا. عمله صادقه وباذن الله هنوصل لنا ربح منها كويس. هنخش الدروب اللي بعده، دي منصة جديدة اسمها رون، دي مجرد الاشتراك فيها بس، بتشترط تفعيل وثائق، بتاخد 100 من العملة بيساوي تقريبا حوالي 50 دولار. انت هتسجل ايميل وباسورد، هتجيلك رسالة تفعيل على الميل، مش ده المهم. هنخش بعد ما تسجل هتخش على كلمة ماي كي اس، هتلاقي ايه مفتوح قصادك. اول حاجة تدخل بياناتك، اسمي بالكامل، تاريخ الميلاد اللي هي البيانات الاساسيه بتاعتك هتدخلها، وبعد كده هتيجي هنا هتلاقيه فاتح لك تحت دولت، هيبقوا تحت بقى ساعتها اول ما تفتح الصفحه. هتلاقي اول حاجه طالب مثلا صوره الباسبور او البطاقه الاماميه منها هترفعها له، وهنا ظهر البطاقه او الباسبور، واخر خانه اي، واخر خانه اي صوره تثبت ايه محل السكن. التوزيع بتاعه عشان ما حدش يسالني، ده هيطول قوي،
الدروب ده معاملة مهمة بإذن الله، يعني ما تتأثرش بيها. المعاملة دي مهمة أوي أوي بإذن الله، بس هتوصل في شهر 11. يعني التسجيل بتسجل دلوقتي وفعل ال 100 عملة، ممكن ساعتها تلاقيهم عاملين مبلغ كبير، مش $50، ممكن تلاقيهم أكبر من كده بكتير. سجل دلوقتي والتوزيع بتاعها بإذن الله هيوصلك في شهر 11. نيجي للدروب اللي بعده، ده خاص بمنصة بيب، أنا شرحتها قبل كده كذا مرة وكسبت منها حوالي $4 و10 سنت. كان الدروب ان انت عبارة عن بتسجل دخول كل يوم، هم عاملوا دروب جديد بيديك 500 من العملة. 500 من العملة يعني بيساوي تقريبا حوالي $5. الايردروب اول حاجة انت تسجل في المنصة، تلاقيني سايب لك رابط المنصة نفسها. بعد كده بعد ما بتسجل في المنصة هتلاقيني سايب لك لينك الفورم ده، بتيجي تدوس هنا على اللينك ده هيحولك على صفحة على تويتر. بس كفاية على ايه اكونت ده عشان عملت عليه مهام كتير، هعمل المهمة المرة دي على الاكونت التاني. هتلاقيني برضه سايب لكم الاكونت بتاعي على تويتر، استاذنكم لو بتعملوا متابعة ليا عشان في بعض المهام بتطلب عدد معين من الفلاور عندك في تويتر. هنيجي نعمل اول حاجة فولو للصفحة، تمام، وهنيجي نعمل هنا لايك. ونرجع بس للمهمة، نشوف طالب اي طلب زيادة، بيقول لك هو ريتويت يو اور كذا، تمام، يبقى لازم نعمل ريتويت. فانا مش عارف هو ريتويت طلبه بشروط معانا ولا لا، فانا هعمل الاتنين. بمعنى هاجي هنا اكتب بيج بروجكت مثلا، تمام، وهكذا ندوس في كلمة تويت عادي. ده اللي هو ايه ريتويت بكومنت، وهنيجي نعمل ريتويت عادة ريتويت كده، تمام. ونيجي نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا، نشوف هناك هو طالب اللينك بروفايل ولا طالب ايه يور تويتر اي دي، يبقى اليوزر بتاعنا. نيجي نحط له هنا اليوزر بتاع التويتر، وهنا طالب منك يو اي دي اللي هو جوه المنصة. نرجع للمنصة ونشوف اليو اي دي نجيبه منين. تمام، يبقى بدوس بخش على كلمة اكسشينج، تمام، ودوس هنا على كلمة انفايت، هيحولني على صفحة الاضافات اللي هي رابط الاحالة. باخد الرقم اللي تحت ده هنا كده كوبي، واجي احطه هنا في اخر خانة، وادوس له سبميت. كده يبقى انا عملت المهم. نيجي للدروب اللي بعده، ده منصة جديدة تدينا قد ايه من العملة. ثانية واحدة، المنصة دي فيبت، دي هتدينا برضو بما يعادل 100 من العملة بتاعتها، بس شرط تفعيل وثائق. برضو هتسجل تسجيل دخول عادي، وبعد ما تسجل دخول هو العملة بتاعتها هتبقى نازلة هنا اسمها فيب، اللي هي موجودة هنا في مكان، تمام. المهم العملة بتاعتك الرصيد بتاعك هينزل هنا من العملة. ممكن نعمل كده زيرو اختفي لك عملات، وقت ما تجيلك العملة نفسها هيظهر لك الرصيد اللي عندك من العملات لما تنزل لك. الشرط بتاع الايردروب ايه او العملة، ان انت بعد عشان توصل لك نفسها هتخش بعد تسجيل الدخول عادي، هتخش هنا على كلمة فيبريشن. انا تفعيل الاولي عملته عادي، ناقص التفعيل التاني. في الاولي اللي هو بيطلب منك اسمك ورقم البطاقه ورقم الباسبور، حاجه من الاثنين. ده كان الاول اللي عملته انا هنا، خلاص خلص. هنيجي على التفعيل التاني، ده كانت شروطه. اول حاجه بترفع له صوره من البطاقه
او الباسبور او صوره من الباسبور من ظهر الباسبور او البطاقه، واخر صوره ليك. نشوف الشروط اللي كاتبها هنا، بيقول لك هتكتب يو نيد هاند رايت كذا كذا. ماشي، هنمسك ورقه بيضاء مكتوب فيها كلمه في يو بي تي اللي هو اسم المنصه نفسها، وفي نفس الايد الثانيه تبقى ماسك الباسبور بتاعك وكلمه، وتحت كلمه في يو بي تي تاريخ اليوم اللي انت رافع فيه الصوره. بكده تحصل على 100 من العمله باذن الله. نيجي للدروب اللي بعده، ده خاص بعمله اسمها اس تي بي. التوزيع بتاعها هيكون كالتالي، في مجموعه هتاخد رصيد، انا هو مقسم المكاسب بتاعته على ايه او الارباح على كذا مجموعه. المهم ان احنا كده كده هيصيبنا معظم الناس هيصيبهم ايه، حوالي 350 من العمله، بس في ناس محظوظين الحظ اللي هم 20 دولت على جنب، اللي هم هيجيبوا اكتر من اظن اسف اللي هيجيبوا اكتر من 350 دولت هياخدوا 100 دولار لوحدهم. هو كده بيقول لك فورم اول، يعني كل الناس اللي هتعمل براكتس اللي هم ممارسه هياخدوا رصيد، بس في 20 محظوظين هياخدوا 100 من العمله بس لوحدهم، يعني دولت على جنب، يبقى في 20 كده على جنب هياخدوا ايه 100 دولار. تمام. طريقه تنفيذ اللي بيفتح معاك ازاي، اول ما تفتح معاك الصفحه دي هتفتح معاك على صفحه فيها اول حاجه عاوز اسمك بالكامل، الايميل، طالب منك ايه، هتختار البلد، وبعد كده لو ما لقيتش المحافظه بتاعتك وبيطلب منك المحافظه اللي هي ستيت، هتكتب تقول له اذر، هتلاقي فيه حاطط لك كذا محافظه في امريكا، لا قول له اذر وبتختار، هتلاقي فتح لك مربع جديد. المربع الجديد هتكتب فيه مثلا لو انت من كايرو اكتب كلمه كايرو بالانجليزي، بعد كده هتكتب تدوس سيف، هتلاقي كلمه سيف في الاخر تخش عليها هيحولك للفورم ده. هتيجي دي المهام، بتدوس على المهمه، لسه ما اشتغلتش، هشتغل واحده فيها معاكم. ادي كده هو بس كان عاوز نحل الكبرشه في الاول، هدوس له هنا على اللينك ده كده، هنا طالب ان نعمل فولو، نعمل فولو، نقفل اللينك، ادوس له كونتينيو كده. دي المهمه ايه اتنفذت، تصبر ثواني تقريبا بيحمل الصفحه كل مره، ايه عاوز اتاكد من ده ايه هيومن وكده. ندوس له تاني لو المهم علقت، ندوس له بريف، تمام كده المهمة استجابت معانا وخلاص. نفس القصة مع بقية المهام، هتعمل هنا ريتويت، وهتعمل هنا الفولو الصفحة تانية على التويتر، وهنا فولو، هنا تعمل ريتويت لنفس الصفحة دي، وهنا انضمام لجروب تليجرام، هنا متابعة ليهم على موقع ميدم، هنا سبسكرايب للصفحة بتاعتهم على ميدم على ريديت اسف، وهنا ده رابط الإحالة بتاعك بتاخد وتروج له، وبتاخد عن كل حد يسجل عن طريقك 100 من النقاط، المية نقاط دول هيحولهم لعملات بعد كده. اخر حاجه دي ما عليهاش مكسب جامد، بيقول لك انت هتكسب بس لا ده عليها مكسب كويس قوي على 150 دولار لوحدها. المهمه دي هتعمل مقاله عن العمله الاصليه، حابب ترجع لاسم الموقع بتيجي انسخ اسم الموقع او اسم العمله، انسخ الكلام ده دور عليه على جوجل، ارجع للصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع او خش من هنا يا رب اهو، ادي الصفحه بتاع الرئيسيه بتاعته، هتدوس هنا هيحولك للصفحه الرئيسيه بتاعتهم، هتاخد معلومات يعني عامه كده عن العمله وعن نظام بيعها وعن التوتال سبلاي، اعمل الكلام ده في مقاله وحطه على اي موقع من مواقع المقالات. ايه مواقع المقالات؟ هم بالفعل موجودين عندك هنا، ده موقع ميدم، ده موقع ممكن تكتب عليه مقاله، وده موقع ريديت. خد انسخ من الموقع الرئيسي وحط عنوان رئيسي، بس متكلم مالكش دعوه بالاير دروب، يعني ابعد عن الاير دروب، انت هتتكلم عن العمله وعن التوتال سبلاي بتاعها وعن هي نازله في السوق امتى واسعارها وهكذا. وانسخ الكلام ده كله من موقع واكتبه في مقاله على موقع ريديت او موقع ميدم، وبعد كده هات الرابط بتاع المقاله وحطه هنا هو، وبكده باذن الله ممكن تكسب ايه لوحدك 150 دولار، ده بره قصه النقاط اللي احنا بنجمعها عشان نكسب من العمله. تمام، نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بشركه عقارات عامله عمله اسمها اكس ار اكس. تمام، انت هتسجل في الدروب، هتسجل في الموقع نفسه وتاخد الموقع ده مكسب على جنب بره الدروب، يعني سجل هنا كده كده وحاول تجيب احالات وهتكسب منه باذن الله. تمام، التسجيل في عادي مفيش اي مشكله ومفيش هنا مهام داخليه، اهم حاجه بس تخش على البروفايل بتاعك،
ترفع صورتك، اسمك بالكامل، العنوان، رقم موبايل. هنا انا غلطان في حاجة، حطيت رقم موبايل مكان محفظة الاثيريوم، هنسخها من هنا. تمام، هنا عنوانك، البلد نفسها، وتدوس له كلمة سيف او ابديت حسب ما يظهر ساعات ساعات. مسيفهاش برضه، هيبقى لازم ابعت لي رسالة على الايميل. هو هنا بيقول لي في حالة ان انا غلطت اول مرة، فانتوا خدوا بالكم بقى من النقطة دي عشان ما يحصل لكمش اللي حصل معايا. لو انت غلطت بتكلم السبورت ان هم يغيروا لك رقم الايميل بتاع الرقم المحفظة في الخانة دي. تمام، فانتوا خدوا بالكم لما تيجي تسجلوا باول حاجة الاسم، بعد كده المدينة، هنا رقم محفظة الايثيريوم والت، عنوانك، البلد نفسها. هنيجي بقى الايردروب. الايردروب عبارة عن بوت تليجرام. تمام، البوت اول ما يفتح معاك هيفتح معانا بالشكل ده. المهام دي المهمة الاولانية، هتاخد حوالي 400 من العملة. اول مهمة جروب تليجرام، تاني مهمة شانل تليجرام برضو. المهمة اللي بعدها تعمل فولو للصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، بعد كده فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر. واهم حاجة ان انت بقولك ان انت تكون مسجل في الموقع بتاعهم اللي هو موقع العملة نفسه اللي هو ده. تمام، وبعد كده تأكيدات بقى. تمام، اهم حاجة ان انت تحط له هنا الايميل بتاعك بتاع اللي انت مسجل بيه في في الموقع، هنا رقم محفظة الايثيريوم والت بتاعتك، ويبتدي يطلب من التأكيدات منك في دي. يعني انا كان بيسألني مثلا عاوز البروفايل لينك بتاعك على تويتر، حطيت له البروفايل لينك. بعد كده كان بيقول لي انت اشتركت في الموقع اللي هو موقع العملة، قلت له يس، وطلب مني الايميل اللي انا سجلت بيه في الموقع، حطيت له ان هو بس. وبكده كنت المهام، وبتاخد بعد كده بتدوس على كلمة ريفايل مسج، بيديك رابط الإحالة بتاعك تروج له، بتاخد عن كل إحالة 100 من العملة. نيجي الدروب اللي بعده، ده الدروب أنا شرحته أكتر من مرة، بس تذكير الدروب خلاص قرب ينتهي يا جماعة. الدروب مهم وصادق جدا، وبإذن الله هنكسب منه. تم إضافة عملة مهام جديدة بالنسبة للناس اللي مسجلة، هيخش هيلاقي في حوالي 5 مهام جديدة اتضافت، اللي هي لايك ريتويت ومشاهدة فيديو. اخش كمل المهام عشان تكسب منه الدروب، خلاص فاضل اسبوع او اقل، وباذن الله هنربح منه كلنا. نيجي بعد كده، انا كنتش عايز اشرحه غير لما اعمل اثبات سحب. تم بالفعل، ده موقع بتخش فيه، سجل تسجيل عادي، ايميل، باسورد، بتحط رقم محفظه بتاعتك، وبتخش كل يوم او كل يومين كل ساعتين، يعني بتخش على كلمه جيت بازر، تحل الكباتش هنا. هو بدون احالات انا كده كسبت منه كويس قوي، يعني خلال مثلا اقول 15 يوم، ومش بخش كتير، يعني ممكن اخش في اليوم مره اتنين احل الكباتشه دي. جمعت كان معايا كام، نرجع للصفحه الرئيسيه، كان معايا 6 وحاجه، 6 عملات. هو العمله 100 عمله بيساوي 1 ايثيريوم، فالسته دولت يعتبروا مبلغ برضو، مش حاجه قليله. يعني 6 بسعر الواحد ايثيريوم دلوقتي يساوي تقريبا حوالي هنقول مثلا 14 دولار. فده بدون بدون احالات، بدون حتى ان انا اهتم بالشغل، بخش كل ساعتين ثلاثه اعمل مره كده. وادي اثبات السحب، وصلت العمله هي على محفظه الايثيريوم، ادي العمله، وصلنا الستة. تمام، 6 عملات، وده يعتبر بشغل بسيط بدون ان انا متابعها على طول. في تاسكات اضافيه تم اضافتها، مهام جديده يعتبر كمهام ممكن تخش تشتغل عليها، بس المهام دي بتشترط ان انت بتصور صوره سيلفي وبترفع صوره ليك والكلام ده. حابب تعملها اعملها، مش حابب مفيش مشاكل. عندك الكباتشه تحل فيها كل ساعتين، بتخش حل الكباتشه وبتجمع عمله، وتجمعها سهله. على فكره الميزه اللي فيه ان هو ممكن تلاقيه مره واحده، انا في مره خدت الـ2.5 دولت. في الحظ فيه كتير، مش زي مثلا بيتكوين فري والمواقع دي على طول شغال على اقل مبلغ، لا بيديك مبالغ ساعات كبيره في حل الكباتشه. نيجي بعد كده الحاجة اللي معانا بعد كده، ده موقع استثماري. تمام، انا كنت مسجل فيه خاص بعملة الدوكوين، عامل بونص اليومين دولت ان هو بيديك 100 من العملة. بتخش وانا اظهرهم، لا يا رب مش هو ده. تمام، على العموم انا هدور على، هسيب لكم الرابط بتاع الموقع اللي انا قصدي عليه. الموقع ده بيديك 100 من العملة،
من عملة الدوكوين بتقدر تستثمرهم جوه الموقع. التسجيل فيه سهل مفيش اي مشاكل، وعامل بونص على الاحالات، يعني لو جبت له عدد من الاحالات هيديك بونص كويس. نيجي لاخر بقى اير دروب معانا، ده انا بذكركم بيه، انا قلت لكم ده هيبقى عامل زي بايبل باذن الله، يعني يعتبر زي بنك، تبقى العمله بتاعته عمله مهمه. حاول وتسجله، وانا كده كده التسجيل فيه ان انت لما حد بيسجل تحتية لازم كل يوم يخش، اهو بيجي لك رسالة على الايميل بيظهر لك هنا كده ان انت تعمل له ابروف ان هو يسجل تحتيك، تمام، بتعمل له موافق، فهو يقدر بناء على كده ان هو يقدر يجيب احالات برضو، بياخد رابط الاحالة بتاعه يروج له، وبيجي له برضو رسالة عن الناس اللي هو هيسجله تحتيه ان هو يعمل لهم ابروف وهكذا، عشان بيخليك في تواصل مستمر مع الناس اللي مسجلة معاك. بكده الدروبات اللي معايا النهارده انتهت، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.